تحديات كبيرة ترفعها مفتشية العمل بعد عصرنتها من أجل الاستجابة لانشغالات الطبقة الشغيلة بالجزائر من خلال تطوير وسائل عملها ضمانا للتطبيق الأمثل لتشريع وتنظيم العمل واحترام حقوق العمال، وذلك عن طريق إرساء الإجراءات المتعلقة بالتشغيل عامة والتنصيب خاصة في ولايات الجنوب. إنني أولي بالغ الأهمية للحرص على تطبيق معايير العدالة والشفافية المرتبطة بفرض أو المرتبطة بفرص الممنوحة بالدرجة الأولى للمواطنين الطالبين للشغل على مستوى هذه المناطق من الوطن. على صعيد آخر، يتعين على مصالح مفتشية العمل أن تسهر على مراقبة تطبيق التشريع في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل. Une bonne relation entre l'inspection du travail et le syndicalisme, c'est qu'à un certain moment d'un conflit, il n'y a ni PV de conciliation, ni PV de non-conciliation, il y a règlement du conflit. ارتفاع عدد زيارات المراقبة والتفتيش إلى المؤسسات انعكس إيجابا على حل مختلف النزاعات. في 2006 كان عدد الزيارات حوالي 98 ألف زيارة، 2018 حوالي أكثر من 200 ألف زيارة. أغلب التوترات والمشاكل اللي راهي تصرى في عالم الشغل هو سوء فهم القوانين، ولهذا الدور المهم اللي تقوم به مفتش العمل هي تحسيس وتفهيم وفهم وتوضيح هذا القوانين، ولهذا كي يكونوا الأطراف عندها الدراية وفهم القانون يكون هنالك التواصل يكون سهل. نجاح التواصل بين جميع الأطراف الفاعلة في التشغيل يضمن أيضا استقرار عالم الشغل وفتح مناصب جديدة.